مرحبا بكم في أمريكا تشارت، تعليم، تدريب، تطبيق ومحاكاة. هنتكلم سريعا عن شروط استمرارية إيجابية مؤشرات السوق الأمريكي. بداية لازم نلاحظ إن عندنا اتجاه صاعد على الإطار الزمني المتوسط الأجل من أواخر شهر أبريل الماضي، يعني بنتكلم في مايو ويونيو ويوليو وأغسطس، ده تقريبا هنبقى داخلين في 5 أشهر من الصعود، وده معناه إنه صعود بدأ يتحول إلى متوسط الأجل، وده شيء جيد للغاية. وإن كان في شيء من التصحيح الأفقي القصير الأجل للغاية، ولكن هذا لا يعيب الاتجاه الصاعد إطلاقا، خصوصا بعد قدرة المؤشرات ومؤشر S&P 500 Index تحديدا على تجاوز المقاومة الشهرية طويلة الأجل التي كانت عنيدة حول مناطق 6150، مما يجعلها تعمل في المستقبل كمناطق دعم مرتقبة إذا ما حدث أي تصحيح نحو الأسفل، ناهيك عن وجود دعم أفقي آخر يومي قصير الأجل حول 6346، مما يجعل مؤشر S&P 500 Index يرتكز على مناطق من الدعم، يعني تقريبا بمقدار حوالي 200 نقطة ممكن جدا امتصاص الضغوط البيعية فيها إذا ما حدث شيء من التصحيح. مستهدفات السوق على الإطار الزمني القصير الأجل للغاية تبدأ من 6600 وتصل حتى 7000، وخاصة إذا بدأ الفيدرالي في تفعيل خفض أسعار الفايدة على الدولار الأمريكي، ف7000 نقطة لن تكون صعبة ولن تكون بعيدة. أما صمامات الأمان للمراكز الافتراضية المفتوحة على الإطارات الزمنية القصيرة فهي حول مناطق 6300، بينما الأهم هي صمامات الأمان للمراكز الافتراضية المتوسطة الأجل والطويلة، وكلاهما مباشرة تحت 6140 حول 6100. يظل السوق إيجابيا ذات تكوين قوي يميل إلى الصعود ما دام محافظ على صمام الأمان المذكور المتوسط الأجل وطويل الأجل، مما يجعل إن التصحيحات تستحق المراقبة وبشدة من أجل تداولات ورقية وفتح مراكز افتراضية في الاتجاه الشرائي. بالتوفيق إن شاء الله.